السلام عليكم مشتركاتي الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة. اليوم راح ندير معكم عصير نقاوس، ومنه هذا العصير تاخذوا استغلوا فيه بزاف عصائر. كما راكم تلاحظوا هنا انا عندي كيلو تاع تشينا مع 4 حبات تاع ليمون. انا التشينا تاعي غسلتها ونشفتها وخذيت هنا الجميلة تاعي، اني ديجا بديت نقطع في البرتقال تاعي بهذه الطريقة. انا كمان نقطع البرتقال تاعي كامل ونرجع لكم. هنا انا قطعت البرتقال تاعي بهذا الشكل، دوك نضيف له الماء حتى يتغطى لي البرتقال تاعي، يعني نغمره كامل بالماء بدون اي اضافات. نزيد له شويه تاع ماء باسكو مازال ما تغطى ليش مليح، ونديره على نار قليله، نغطيه ونخليه على نار قليله حتى يطيب لي البرتقال تاعي كامل، حوالي ساعه الا ربع او نصف ساعه على حساب البرتقال تاعكم. دوك بعد ما يطيب انا نرجع لكم. انا دوك رحنا نعصر الليمون تاعي. بعد ما حطيت البرتقال تاعي يطيب راح نعصر الليمون. نعصر الليمون تاعي بعد ما يطيب البرتقال نرجع لكم. هنا انا البرتقال تاعي بعد ما طاب كيما هذا وطفيت عليه راه مازال سخون، دوك انا نرحيه ونعاود نرجع لكم بدون اي اضافات. كيما راه طول نرحيه سواء بالبراء او ديريه في الطاس تاع اليجي. انا دوك نرحيه ونعاود نرجع لكم. هنا بعد ما طحنته كيما راكم تلاحظوا تحصلت على هذا الخليط، انا دوك نبدا نصفي فيه. هذه الطريقة باش نتحصل على المركز اللي راه من تحت. انا راك نكمل بهذه الطريقة ونرجع لكم. هنا بعد ما صفيته حصلت على هذا الخليط، يعني شكل مركز تاع البرتقال. هنا دوك نضيف له ربع حبات تاع ليمون اللي كنت قبيل عصرتهم معاكم، ونخلطو مليح. بعد ذلك باش نخبيه، تحبوا تخبيوه في لي غوبلي ولا تحبوا تخبيوه في الساشيات في المجمد. من تحبوا ديروا اي عصير تقدروا تاخذوا كاس من هذاك العصير من هذا المركز اللي خبيتوه، وضيفوا له اي فاكهه تحبوها او مزيج من الفواكه. تحبوا ديروا بنان وحده، تحبوا ديروا كوكتيل من الفواكه كامل مع كاس من العصير، وضيفوا له الماء والسكر. السكر يولي على حساب الذوق. انا كيما راه درك نخليه ذاك ونكمل معاكم باش ندير معاكم عصير نقاوس وباقي نخبيه. هذه هي وصفتي اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو ديروا لي كالعاده جيم، وإذا كنت أول مرة تشاهدوا القناة أدعوكم للاشتراك فيها، وانتظروني في فيديو آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما راكم تلاحظوا هنا أنا هنا نص هذا درت عصير نقاوس، ضفت له الماء وضفت له السكر على حساب الرغبة تاعكم. هنا الماء على حساب القوام تاع الجو اللي راكم حابينه، تحبوه ثقيل تحبوه خفيف، سما الماء على حساب الذوق تاعكم. أما الباقي كما راكم تلاحظوا أنا درت فيه هذو الأكياس، راح نخبيه في المجمد. يا اما نعاود نديرو جي طبيعي عادي كيما راه هكذا، ثم نضيف له غير الماء والسكر، ولا نخلط له الفواكه يعني كيما راه طلعوا. هنا هذو الاكياس دوك نديرهم في علبه ونخبيهم في المجمد. كان هذا هو العصير تاعي تاع اليوم، اتمنى تجربوه وتعطوني ارائكم عليه. وفي الاخير الى ملتقى ان شاء الله في فيديو اخر.